كلام بطعم الاعتراف والتطبيع مع العدو الصهيوني. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في تصريح لفوكس نيوز: كل يوم نقترب أكتر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات. وكمل كلامه وقال: المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة، والفضل كله يرجع لجهود الإدارة الأمريكية في الموضوع ده. والبيت الأبيض قال: ندعم بقوة التحركات صوب التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وخلاص كلها أيام والسعودية هتفاجئنا بقرار التطبيع مع إسرائيل. وده بناء على كلام وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين، اللي قال في تصريحات ليه إنهم بيحاولوا يوصلوا لاتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهيتم في بداية 2024. كوهين أكد إن في تطورات بتحصل في الاتفاق على التطبيع بين الدولتين. طبعا الكل كان مستغرب من تلاكؤ السعودية في إنها تركب قطر التطبيع مع إسرائيل، وكان المتوقع إن السعودية تطبع قبل البحرين والإمارات والمغرب والسودان، لكنها أجلت الموضوع. طب ليه أجلت التطبيع؟ أولا علشان السعودية هي غير بقية الدول، والسبب في ده يرجع لأنها أرض الحرمين وأرض نزول الإسلام وأرض الحج ومدفن النبي وأصحابه آل بيته. ده غير طبعا إنها مهد التطرف الأصولي الوهابي اللي حارب الشيوعية حوالي نص قرن، وعشان كده التطبيع أسهل بكتير بالنسبة للأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان وعمان، لأن كل اللي هما بيعملوه مع إسرائيل هو مجرد طي صفحة الماضي، وبيبدأوا معهم صفحة جديدة وعلاقات وطيدة وتبادل تجاري وسفارات وغيرها كتير من الأمور. أما السعودية فقضيتها شائكة، لكن هي فجأة السعودية قررت إنها تتخلص من إرث الماضي كله وترميه ورا ظهرها وتطبع علاقتها والتطبيع مش مع إسرائيل بس، لأ ده كمان مع اللي أفتت بقتلهم قبل كده، سواء بقى بالطعن أو بالتفجير أو بالحرق أو بالرمي من شاهق وغيرها طرق كتير قوي. والسعودية خلاص بدأت التطبيع العلني مع العدو الصهيوني، وده الكل اتأكد منه بعد ما قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه المسؤولين بالتعاون مع الولايات المتحدة بأنهم يربوا الطلب السعودي لتخصيب اليورانيوم وإيجاد حل وسط، وده إجراء ضمن كتير من الإجراءات الأمنية اللي بيتفاوضوا عليها. وقالت الصحيفة الأمريكية كمان إن المسؤولين الإسرائيليين بيشتغلوا بهدوء مع إدارة بايدن على اقتراح استقطابي لإقامة عملية لتخصيب اليورانيوم هدرها الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية كجزء من صفقة ثلاثية معقدة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين في الشرق الأوسط. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في لقائه مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إن واشنطن قدمت مقترح بإقامة علاقات مع إسرائيل، وإدارة بايدن كمان بتحاول إنها تساهم في أهم اتفاق من وقت الحرب الباردة، وعشان كده واشنطن قدمت مقترح بإقامة علاقات مع إسرائيل.